يقول حفظك الله، يقول إذا اتفقت مع الخادم مثلا على أجرة شهرية معينة لكن لا أعطيه إياها كل شهر بل يكون عندي بعضها حتى لا يهرب مني، فتعلمون كثرة هروب الخادمات، هل يجوز تأخير الأجرة أو تأخير بعضها مع قيامه بكامل عمله خلال الشهر؟ نعم، إذا خفت منه الهروب فلك أن تحتجز شيئا من الأجرة حتى لا يهرب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.